السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. يا ربي ترى حد من العرب ما يبل عندنا هاي الفلبينية الله يسلمكم شوية صلية حليلها. لو بتقول لها الرمسة 100 مرة لازم تزقرها وتشر. هاي ما بصلية وايد فقيرة. ما بصلية وايد لكن سبحانك يا رب. كل يوم أقولها تسجين الفير وتسجي الضحى. توها ساجية حينه. أهم وقت وقت الري وايد ضروري الفجر. الحين في الوقت هذا يا الفجر يا أذان المغرب، واحد من الاثنين. في النصيف ما شيء، أهم شيء يكون يا الفجر يا المغرب، واحد من الاثنين. إن كان ري باليد يدوي ولا كان ري مكينة، هذا على هواهم العرب. الواحد دقيت لها الحرمة هاي التاجرة اللي العرب تمت تدق لها وما ترد عليهم وتقرأ ولا يرد ترد على الرسائل. قالت أنا بحياتي أبوي ما قبضت التليفون هالكثر، وأنا إيش دراني نبهتيني طيور بلي مناجيب. تقول حتى عصبة ضربتني في يدي فقيرة. شت في تقول مويم بحياتي. تقول عن أبو أنا أبوي حرمة معيال عندي بيت عندي ما بين سلارد عتي عيست من كثر ما رد. قلت يوم انت عايزان على الرد ليش مش خلي مسوي الاعلان؟ قالت ما دريت ان بتيني طيور بلي مناجيب، يعني بيتني ابوك طيور بلي مناجيب. قلت ترى المنتج زين. قالت لي اوعدك انه باكر بسوي هالكثر. قلت ابوي هذا هالكثر كلي روحك هالكثر ابوي لين تطرينه، هذا ابوي ما يسد حتى 10 تنفار، لكن ابوي بتسوين تسوي 1000 ضعف ولا لا تسوي. قالت ما بروم انا روحي لي خدمه ما عندي عمال. تعاد الهوى هوات، انا اللي علي سويته ولا بروم ابوي حين انا عود العرب طالعي لي تصرفه. قالت ان شاء الله الله يجدب لي في الخير. هاي تعهدها البارحه روحها دق صدرها وقالت ابوي ان شاء الله ما تصير خطركم الا طيب. قلنا توكلي على الله. المراد اليوم شيء يصير وشيء جاي بعد، ببتدي بشاوير اظن الساعة 10 اليوم، من بعد ساعة اذا شيء سيرتين مهمات اليوم، مهمات وايد يعني، وحدة في ارض المعارض ووحدة منقير، وبهنتينها كل وحدة افود عن الثانية. ناهيك عادة كان شيء رمس ولا شيات بنرمس اخلاف ان شاء الله. يلا يومكم جميل. الا ترميت لو ميبي في العرب يلومي 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 فيكم يا المتابعين. غادي ويهق بصبعين، غادي ويهق بصبعين، والسب ابوي هاي التاجر من الصبح ابوي مالي مهره الا اني ارد على التليفونات والمسجات. والمشكله الناس يبوك حد من العرب تخيل منهم، بالاخص هاي العاده الصدقان واللي يسوون العين وام العين، هم ما تروم تقولهم شيء. يقول سحت من ينبي والله ما عرفت قال يخدمونه ولا اروح بخدمه، لكن ما ادري شو تحط له. هو نوع واحد ربيان والثاني نيسر، يا اخي ما ادري شو طريقته في خدمته، انها متعب يعني شغله الخدمه هاي مالته. يا اخي انا ما اعرف له. مصيبه اعلنت وهي عندها شيء بسيط، مفروض اللي بيعلن يكون عنده كميه تغطي العرب. يعني اولا تدرون شو اول عذروب؟ والله انا ما وصل دبي والشارج. قرب الله تعدوك دبي والشارج هناك السوق، هاي لاك ابوي اللي يلطمون الخضر واليابس، هاي لاك الاكيله هناك المطاعم وهناك الدنيا. وانا ما وصل انا دبي والشارج. قرب الله هناك السوق هناك البيزات تعاقدي ويا دريول، من هالدريولي يبي يودي لتسامانك. زين دي بعيزت وانا ارد اتير، حطي موظفه، حطي بشكاره ولا نرسه ولا دريوليه ولا اي حد ان كان، فيرد على المكالمات. يدي ضربني عرج. شو عليك؟ افتضحت فضيحه، فضحتيني لو بتيبي بالعرب والله انها مصيبه. اقول لكم اليوم امور وايده ترى. اليوم شيء مكانين، واحد منهم في ارض المعارض، ها تبع الحكومه عاده. شيء فنان وشيء زين حدث. ينفع أمة لا إله إلا الله. بحط لكم الدعوة بعد شوية، لكم الدعوة والترتيب والعلم والخبر وموقع المعرض وساعة المعرض. الحين باجي ساعة يفتتح، لكن أنا بسير لمن عقب
انا بسير من عقب، انا عندي شغل، من اخلص من شغلي عقب بسير ان شاء الله ارض المعارض، بنصور لكم الهست، بنصور ترتيب المعرض، ومنو مسوي المعرض، وش لجله مسوي المعرض، مسوي المعرض، وبيخدم اي فئة من البشر ان شاء الله. السلام عليك بيتنا، زياره يسموها زياره مفاجاه. السلام عليكم. جود مورنينج. بلاخ زغت هذا حق ميو حق بابا حبي طماط. ثانك يو ثانك يو. شو اسمه؟ انسى اسمه. محمد مرسلين. يمين 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 ولا مرسلين؟ يمين يمين ولا الضالين. امين. يلا يا سلام، هذا بيض الطماط الفنان. ثانك يو يمين. ويلكم. How are you? I'm fine, sir. Thank you. عاد هلا بد ولا عذر من دهنة الخال دي ريحة كان بيض بس عاد يا رب متكوي. أيوة أيوة يا سلام، هذا عاد آخر شيء يضاف إلى البيض والطماط ريحة من دهنة الخال. يا سلام يا سلام يا بعد. شكرا شكرا جزيلا. أوه 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 هاي لبسة تسمون هذاك الطباخ مظفر، هب مظفر شو اسمه تركي حبات يمين. شايف الطباخ هاك اللي عند المطاعم يقولوا حنكسر المطبخ المطعم ماله نسيته التركي. نصرت نصرت يا ثانك يو. اقول لكم ما نعق شيء ما نعق شيء. شفتوا هالورد هاللي امس جاي فيه المشروع مال تاجر تاجره المنزل. شوفوا ايش قام وثقه، وهناك بعد توي شيء جاي بعد منتج منزلي، هذا بعد من تجار المنازل. على فكرة أنا أي شيء يجي من تجار المنازل، هالتاجر الصغير ولا تاجر أبو ظبي ولا أي بزنس منزلي، لازم قبل نتأكد أن عنده رخصة ومرخص من هل بالغرفة وخلاف، نتأكد من المنتج ماله، ندخل انستغرام ونشوف البوي تعليقات العرب والناس ونيرب. إن ياز أعلننا، وما ياز ما أعلننا. هاي مثلا مال تاجرة النيسر هاي والربيان، هيا ابوك من اسبوعين ثلاثة، لكن ابوي انا قلت اول اتاكد يوم طعمته، لان شيء مهول شيء مهول شيء مهول. المهم ان شاء الله الله يسخرها يقويها ويكون انها تروم تنجز المنتج مالها. هذا والله شيء يعني انا وايد فرحان ان شيء عندنا المنتج هذا بهالطريقة جميل، لكن رب العالمين حط هالانتاج عند وحدتن حطها وحط لي يزله ونيه. والله أنا يمكن أقدر أسوي 10 كيلو بكرة. شو تسوين 10 كيلو؟ 100 كيلو ما يسدن. أنت حمع لنا حق العرب كلها تبى 10 كيلو، بضاعف العدد. شو هب العدد بضاعف الكمية، الضعفين الكمية يسوين 10 كيلو. العرب شي مزر 100 تهل كثر. سامحوني يا أبوك والله أني تلومت، يا لومي فيكم والسبة هاي الحرمة. مرحبا بالبنات، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله يا مرحبا يا مرحبا. من حناي هاو ار يو؟ وقفي مكان واحد. ها 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 وين سايرة؟ وير ار يو جوينج؟ I'm bringing you a chance. Okay, now let us know about شردت هايج. Let us know about you. You married? Yes, I was married. My husband died. He, you kill him? Ah. Yes. You kill him? No. How did he die? He was shot. Chuck. Yes. You sent somebody to shoot him? No, sir. شو عيل؟ At work. صدق والله؟ Yeah. أيوة مجتون ما تريلها. والله بتر إن شاء الله he will find good one. جنة الجنة. He. And after that you didn't married? No. Why? We'll find for you good man. No, thank you. Why? I don't want. I'll ask this one. You have baby? Yes. How many? One only. Boy, girl? Boy. How old is 18 he? 18 years. MashaAllah. I didn't see his picture. I'll show you. Now. Okay. Yalla. Okay. Show me. MashaAllah, والله, he is handsome. والله. والله من حنايه.
ما شاء الله very handsome. ما شاء الله. How old is he? He's okay, sir. He's finished high school now. ما شاء الله. He's good in the school? Yes. الحمد لله. الله يخليه إن شاء الله. He's tall like you or very short? Very tall. Taller than you? Taller than me, sir. قرب الله تجي. ما شاء الله ما شاء الله. Thank you, sir. Yeah, thank you. The first time you show me his picture. Thank you. هذا منتج الله يحفظكم منزلي من تاجرات صغيرات. هاي عبارة عن كرت كيك، كيكة الجزر، شكلها مغري ويقول وينك يا الأكيل، وشيء حجمين عندها، حجم الميني وشيء الحجم هذا الكبار. وهاي الله يحفظكم كيكة العقيلي، كيكة قرص العقيلي، هذه هي على ما تشوفونها، والصوص مالها هذاك روحه منك عليهم. هاي كيكة العقيلي، عاد هل ان شيء مني منها لو ما شيء من الصغار يعني، وهذا ابوي عنوانها. لكن كيكة الكارتس كيك هاي شفتها شكلها وايد مغري، وايد وايد مغري شكلها يعني، وشيء احجام عندها الميني وشيء الحجم الكبير هذا. أي رجل دين وأي إنسان يبي يعطي نصايح وأي إنسان يبي يتكلم في الشرع وفي الدين وفي النصيحة اللي من الخاطر، مفروض هو يكون أول شيء نظيف من داخله ويكون قدوة وخلاف أبو ينصح العرب. أي إنسان، أي إنسان كان بيقدم النصيحة أو بيتكلم في فتوى لازم هو يمشي عليها أول بادي. بيتكلم عن أكل لازم يكون يعرف يأكل. بيتكلم عن إتيكيت يكون هو راعي إتيكيت. بيتكلم عن بنيان يكون ساكن في بيته يتكلم عن ديكور يالس في مكان مدوكر. هب يالس في خرابة ويتكلم عن ديكورات اللي في شانزليزيه، ولا يالس في بوي تحت دعن ويتكلم عن ناطحات سحاب. حياته ما شاف ناطحة سحاب ويطري يصبح ويمسي يطري ناطحة. شو الفايدة؟ شو الفايدة من لادمي أهل هلي يكونون أياويد وطيبين وحشام وأصل وفصل وهو شكله مرتب وفنان ويدعو للاحترام، يوم بتسمع رمسته ولأن رمسه مشينه يطري الأعراض ويطري الشوفات ويتكلم الكلام اللي مش منطقي، هذا وين كل احترام حين خرب على عمره وعلى هالبيت وعلى طائفته وعلى القبيلة وعلى الناس وعلى المكان اللي جاي متنتي منه. هي والله يقول الفلاني ينضع. معلوم معلوم كل إنسان كل شاتن تتعلق من عرقوبها، كل إنسان محاسب على كلامه هو. لكن بعد يا أبوكم ترى يقولون المصريين العيار اللي ما بيصبشي يدوش، الفلان الفلاني من البقعة الفلاني يرمس الرمسة هاي الفلانية. نزين الحين القرقعة والكلام بيوصل حتى عن أنا بارك الله فيكم تدر مستنا من قبل ويبنى هالموضوع وقلنا فلان يوم بيجي من الفريج الفلاني وبيرمس بيسوي حركة في الفريج الفلاني بيقولون هل بالفريج الفلاني سوى الشيء الفلاني. هاك اليوم حال، واليوم أبوي تغير من حال إلى حال، الناس تصبح بخير وتمسي في غربال، تمسي في غربال وتصبح بخير. الحين الوضع اختلف، المشكلة يوم بيجيك الإنسان شكله ودك تفز مسير يومين من تجبل عليه، لك يوم بتسمع رمسته ولأن الرمس القاصرة كلها تظهر من لسانه، الرمس الفارطة اللي ما في محلها وتشين باليار والصاحب والصديق والضيف. ها شو بتقول الحين؟ بعض الأحيان تشوف إنسان تحرى هذا توه طايف وساعي وبحرامه وإيه منور، ويوم تسمع لسانه ولأن لسانه العياذ بالله، لكن يوم بتعرف هله بتقول سبحان الله كيف كيف هالآدمي هل هاي الناس الفلانيين وهو هالنمو نقده، كيف يعني كيف يعني الناس هاي إلا شراف
ولدهم غادي يهنمون لسانه او بنتهم غادي يهنمون لسانها. يعني ما يستوي، ما يستوي ان العائله الفلانيه اللي يظل اللي يصلى على دايل ثوب حريمهم واللي رجالهم اريال الريايل عيالهم يقدون هالنمونه. هاي مصيبه، هذا ابوي تلايا وقت يسمونه تلايا دهر تلايا زمان. هاي يقول لك الدنيا راكبها محول، وحين ابوي العرب كلها حويت. الله المستعان. يوم انت تبي تغدي واعظ وراعي نصيحه وراعي سنع وراعي شيء عدل، لازم تكون انت كفؤ، لازم انت تكون من اوائل الناس اللي الناس تقتدي بك. كيف انت يقولون ما لا يفعلون؟ انت حين هنموت غدي حال يقولون ما لا يفعلون. المراد عندي شغيل الحين بخبركم عن الامور، كسرنا العين ورمسنا عن موضوع يا غير ما كملنا، واليوم عاد بنرويكم الموضوع بالعين المجرده. طار الثلثين وباجي الثلث، طار الثلثين وباجي الثلث، وحين بتعرفون شو اقصد. وقبل ما سكر وارمس عن هالموضوع، ترى طهارة اللسان، طهارة اللسان تنك هذا اللسان، طهارته أخير من طهارة الثوب والهندام، أخير من العدال والتزقريته. يوم بتطهر لسانك بيطهر قلبك، يوم بيطهر قلبك بيطهر منظرك وشكلك. شو الفايدة فوق تلق بكبرك وانت داخلك مشكوك في أمره؟ الله المستعان. مشروع كان براري العين، براري عين الفايضة، والمشروع كنا ثرنا سوينا له تغطية أنا وتيم الفلاسي إذا تذكرون في الهليكوبتر. أقول لكم أنا قايل لكم اليوم بسير مكانين، بسير موقعين. الموقع الثاني الحين أنا جريب أوصل له في أرض المعارض، زين مركز المعارض. يا غير الموضوع الأولي، الموضوع الأولي اللي أنا حاطن نص بعيني وساير عسبه، اجتمعنا وياهم اجتماع مغلق ما كان في تصوير، كان في شوية ترتيبات. إن شاء الله بتجرأ وبتتحدث وبيسوانا أبديت وبنيهم في الوقت اللي هم يجهزون فيه، وإن شاء الله كل شيء بتعرفونه في وقته إذا الله جعلهم الحين. حاليا سايرين أرض المعارض، نتريحين يخلص الأذان بنصلي بنعين الله خير وبنحضر عند الجماعة إذا الله جعلنا بالحي. أقولكم في بعض المسجات اللي والله هذا رقم تليفوننا كلمنا، أو عطنا رقم تليفونك، أو ليش ما رديت على رسالتي، أو ليش ما رديت على سؤالي. أنا أبوي ما روم أرد على أمة لا إله إلا الله، ولا روم أتصل في حد يكون تليفونه شي بلا ولا شياته. ترى ممنوع أنك تتصل حق حد مني والطريق، لازم يكون في سبب للاتصال، في معرفة بيني وبينه. ما علي أني أتصل حق حد ما أعرفه مجرد أن تارك لي رقم تليفونه اتصل به ضروري. إنزين آمنا بالله، لا حلوة رغوة إلا بالله. شيء من الأسئلة بعد غير نمونة، أنت والله ما تعرف العرب، كيف أعرف العرب؟ مكتوب AB 21 AC 22، كيف أعرف كنت منو؟ يعني أنا ما أنت مش مضاف عندي، ولا أنا أعرفك، ولا بيني وبينك معرفة، كيف بعرفك أنا أبوي؟ ما أعرف كلام باب ولا سهلين الشغل طبعا. وجهك جميل، الله يعزك، الله يعزك يا ربي. زقرتي أنت، زقرتي رقم، إيه ده؟ دائما أنا مستنيك يا راجل. أنت ما تحب التصوير صح؟ أنا بقول في التصوير عشان تجي تريبك. الله يحفظكم إن شاء الله. أبوي نحوي سهلين الحينة بيت مال الأجيال، مال الأجيال رواد المستقبل، رواد المستقبل. وين مكانهم؟ قاعة خمسة، قاعة خمسة. والدعوة عامة، دعوة عامة، هي نعم. لكن نحن عادي جايين دعوة خاصة. يا رك الله، الله يحفظك. حليلة يسمونها بسمى اسمه، بيجو بيجو. السلام عليكم. عليكم السلام مستر بيجو. ايوه هاو ار يو، واتس ماي نيم؟ يا ناسي نسمو. نسمو هي. ايوه شكرا شكرا شكرا. حليلة تحرسني نسيم صدق. حليلة ييتنا الله يحفظكم أرض المعارض أو مركز المعارض في أبو ظبي الحبيبة لتغطية فعالية معرض رواد المستقبل.
معرض موجود اليوم وبكره، اليوم وبكره في ارض المعارض، بوابه رقم 5 هذا مكان. لا تقولوا ما حد قال لكم، ها ها، بوابه رقم 5 نمبر 5 بالانجليزي و5 بالعربي، وهذا المدخل وهذا اللي تشوفونه. ها اول ما جاب لنا هاملي وقبيسي مره في الوي، في الوي هاملي وقبيسي، رواد المستقبل ماشي ابدع. شو غرفه ابو ظبي؟ بروتوكول. بروتوكول يا انت بكبرك بروتوكول، قرب الله الله عرفهم منو يتنقون. حاطين هاملي وقبيسي، سلط عليهم والله. والانتقاء الصائب تبارك الرحمن. هذا يوم يقول لك تباركوا بالنواصي والاقدام. بشكر فنك. هي مصور انه يدوخ ابوه شاف الفيديو. اللي منظم الفعاليه هاي اللي تشوفونها غرفه تجاره وصناعه ابو ظبي، كل هذا ظاهر من شنتي العاصمه من اماراتنا الحبيبه، يبون الرفعه والعزه لكل من هو ينتمي الى هالدار، وحتى اللي عايش عليها وحتى اللي عايش من خيرها يبونهم ابوي الناس كلها تغريب خير وسهاله. الفئه المستهدفه من انشاء هالنوع من المعارض هم طلاب المدارس والجامعات والكليات الحكوميه والخاصه، ما في حد معين. اقول لك لو سمحت، ليه صورتني قبل شويه؟ شاورتني؟ مرحبا، شارك كيف انت؟ كيف حالك؟ الله يحفظك. انت مشارك ولا جاي تسلم ولا شو؟ لا لا جايين نشوف الخلق، نشوف شو يسوون. شوف الله يعينك، شو شفت؟ شيء طيب الحمد لله، شيء طيب. ترى الهدف من انشاء هذه الجائزه هو تطوير وبناء جيل كامل متكامل من رواد الاعمال الناجحين، ما بلا مني والطريج يكون يخوض شيء مش متاكد من نجاحه، لا، لازم يكون عنده يقين انه بينجح، وطريقه اظهار المحتوى يكون طريقه صحيحه. فالطلاب الناشئين المشاركين في هالمعرض من 8 لين 13 سنه، من 8 سنين الى 13 سنه، وقسم رواد الاعمال من الشباب من 17 سنه الى 25 سنه. ها كل هالفئات مشاركه في هالمعرض اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق عيالنا لما يحب ويرضى. مثلا فئه الجائزه شو؟ افضل فكره، افضل ابتكار، افضل منتج للاستثمار. السلام عليكم. يلا بصورك تراني. عادي ماشي مشكله. لونك ساك طيب. كيف حالكم؟ جيتك الوالده تحبك. تحبني بعد؟ بحب الارض اللي تمشي عليها. ايش حالك؟ الحمد لله. من انت الله يحفظك؟ الحمد لله سيف الشبري. والله والنعم. وانت؟ محمد الظاهر. مشاركين ولا؟ نعم مشاركين. شكرا فنك. انت شيفك شيفت نابغ اصلا. من هالعلماء اللي ما شاء الله عليهم. الله يعافيك. هي والله تشوف ترى شكل غير عن شيء شيء شكل بيعك. ما يبينك انا ولا هو؟ هو؟ ويه والله ويه ويه ذكي والله 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 بتاثير النظاره. ويه ويه بروفيسور شيء عالم دكتور من هاي الكبار ولا انت ويه كمبني؟ لا تشوفون حاليا ابتدى كل بوث من هالبوثات عندهم مشروع، كل بوث من هالبوثات عندهم مشروع. رواد المستقبل محمد، هذا محمد هلال المهيري مدير عام غرفه صناعه ابو ظبي، وهذا الرجال غرير عبد الله بن غرير القبيسي، هذا شو نائب المدير، هذا عبد الله بن غرير نائب المدير، هذا المدير وهذا النائب. بسم الله. هاي شو علي هاي تفضل. هو بسيط لكن فعال، اللي هي الزبالة عزكم الله. طبعا فكرة المشروع هذا جزء من الجزمة تقدر تقول شغلات الماركتينج هذه. طبعا المشروع هذا اللي هو الايزي قاربت، نحن كرجال ما يشتكي منه اكثر شيء يشتكون منه اللي هو الحريم بالبيت الربع الفوضى. طبعا الفكرة هذه اساسها
انه يكون في عندك الزباله هذه، لكن ايزي جاربت بعدها تكون سهله الاستخدام. طبعا من داخل بيكون عندك الزباله عليها الرنج هذا، وما يحتاج يتبدل كل شوي. الرنج هذا بيكون منه 30 40 كيس في القاعده اللي هي تحت زين حلو. وانت اوريدي من تملي الزباله تدرس، يكون عندك اوريدي سنسر حساس على حسب الوزن اللي هي في القواعد الاربعه اللي فيه. الدكتورة آيات لها حضور في جميع المعارض، يعني الله يحفظها. دكتورة كيف حالك؟ يا مرحبا حياك الله، الله يسلمك يا رسول الله. مرحبا. الله يسلمك. ثاني. يا مرحبا. ثاني مرة وفي معرض رواد المستقبل للإبداع والابتكار للناشئين والشباب. الله يبارك فيك. يعني بشكل أكثر من إذا نبتدي الله يحفظكم، نبتدي حاليا نستعرض بعض الأفكار الشابة للشباب وللبنات اللي موجود في هالمعرض الطويل العريض، معرض يعني بلاد من كبرى تبارك الرحمن، ففي جميع البوثات وكل حد منهم مشارك بمشروع، شيء مشاريع تكون تكاد تكون قريبة من الخيال، مشاريع وايد كبيرة تبارك الرحمن. الجابري، شو الهدف من هالمبادرة؟ هاي المبادرة طلقتها غرفة بوظبي، ندعم فيها مشاريع ونستكشف مشاريع الصغار. الصغار طبعا مو بصغار يا هال، لا نحن طالعنا هالمشاريع اللي من عمر 14 لين 25 سنة، طلاب جامعات، طلاب مدارس. الحين اللي تشوفه أنت شغل 6 شهور من ورش عمل دارت في المدارس في الجامعات، لين ما طلعوا 100 تقريبا 114 طالب وبرنامج ومشروع قابل للتطبيق. نعم. يعني حين اللي بنستعرضه وبتشوفه هني مشاريع وأفكار فيها إبداع، فيها ريادة. عيال يطلعون إنهم يكونون تجار الغد. سبحان الله. هي. وصراحة الأفكار نحن يعني منو الداعم، منو اللي يدعم الطلبة هاي؟ المشروع هذا طلع من غرفة بوظبي، فالأساس كامل متبنت لنا غرفة بوظبي. يعني الداعم الرئيسي للحدث غرفة بوظبي. اي نعم. وعندنا شركاء استراتيجيين طبعا، مثلا دارة المعرفة ما نستغنى عنهم، اللي هم قاموا دور كبير بعد في تسهيل عمليتنا وساعدونا في الورش العمل مع المدارس والجامعات. نعم. عندنا جامعات تقريبا 6 جامعات ويانا ما شاء الله. عندنا صندوق الشيخ خليفة تبارك الرحمن اللي هو بيدعم كذا مشروع من حيث التمويل. إن شاء الله يعني إذا بعد النجاح، يعني بعد النجاح بعد اعتماد مشاريع، وبعد ما يتم التقييم من لجنة التحكيم. نعم. ومن الجمهور التقييم على مرحلتين، يعني بتشوفون تقييم من لجنة التحكيم. نعم. وتقييم بإذن الله الجمهور بنخليهم هم يقيمون المشاريع الموجودة. نعم. عقب كذي صندوق صندوق خليفة بيمول المشاريع اللي ممكن أنها تطبق على الواقع. أنا الحين الله يحفظكم بنرويكم أهم الابتكارات، أو بنركز على بعض الابتكارات والأنشطة والمشاريع الطلابية، تعتبر مشاريع طلابية حاليا لأنها طلبة من سن 14 إلى 23 كلهم طلبة تبارك الرحمن. فنحن إن شاء الله بنصور لكم اللي بنروم عليه من إنتاج الطلبة أو اجتهاداتهم، عمارهم من 8 سنين إلين 25 سنة، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن في عنفوان الشباب الله يحفظهم. وإن شاء الله بنصور قدر المستطاع اللي الله مقدرنا عليه إن شاء الله. الحين منو ولد هالولد الفنان؟ استبر أبوي وين جايب هالزين كله؟ هالزين وين جايب النعنى؟ الله تصير اللي ما يعرفك، وين جايب هالزين كله؟ زين. هذا بده يصير وأنت ولد. على الله يبلغ فيه إن شاء الله معرس يا رب. أبو غرير. هلا أبو. شو الهدف من إنشاء هالحدث الكبير؟ الهدف طال عمرك تكوين قاعدة قوية تكون فيها رواد أعمال. نعم. شفت الأولاد أنت طلاب المدارس ما شاء الله عندهم أفكار وعندهم يبون جراءة بس يدخلون لسوق العمل. نعم. عندهم الأفكار موجودة وحابين حد يتبناهم. اليوم نحن الحمد لله هم موجودين. نعم. وجامعات متواجدة وصندوق خليفة موجود، وباشر عندنا إن شاء الله تكريم الفائز إن شاء الله. عندنا 10 فائزين راح يكونون إن شاء الله، يعني من هالبوتات كل 10 اللي بيكون نعم فائزين إن شاء الله. فائز شو بيحصل؟ الفائز طال عمرك فيه مكافأة مالية. نعم. فيه دعم من صندوق خليفة. نعم. الدعم يعني يتبنوا مشروعه. نعم. ما شاء الله. نعم.
شيء كبير يعني، هم شيء بسيط. نعم ان شاء الله انه يكون شيء كبير ويكون يليق بالمشاريع اللي بنشوفها ان شاء الله. طبعا ابو محمد احنا عندنا هذه الجائزه، وكنت عندنا انت في معرض قبل فتره مال المشاريع الصغيره والمتوسطه. نعم السنه الجايه ان شاء الله راح تكون عندنا جائزه بعد للمشاريع الصغيره والمتوسطه. نعم الهدف منها اليوم رواد المستقبل. نعم. رائد المستقبل هذا راح يكون ان شاء الله من ضمن المشاريع الصغيره والمتوسطه، وتكبر القاعده في المستقبل من رائد اعمال الى صاحب مشروع الى منافس ان شاء الله في جائزه الشيخ خليفه للتميز المؤسسي اللي كانت امس موجوده في شركات شركات كبرى فيها ما شاء الله ما شاء الله. فان شاء الله يكون ان عسى عسى الله يوفق عيالنا وبناتنا لما يحب الله. امين. ونشكر اولياء الامور مثل ما شفت انت اولياء الامور فاعلين كثير مع ابنائهم. شفت ما شاء الله. ومشكور يا ابو محمد كذلك على حضورك وتغطيتك للمعرض هذا. شكرا لك. الله يسلمك. حاول ألقي الضوء على كم من مشروع من المشاريع اللي يلفتن أو لفتن انتباهي إن شاء الله، يعني لأني إني أبروم أغطي كل المشاريع تبارك الرحمن ما شاء الله الكم هائل، لكن أنا طالع واحد ولا اثنين اللي هو. السلام عليكم. عادي تطلعين؟ قولي السلام عليك. كيف حالك بنتي؟ الحمد لله. أول شيء تعرفينا بحضرتك منو؟ السلام عليكم، انا الطالبه نوره سالم الهاشمي من والنعم. مدرسه مريم السلطان في العين اماره ابو ظبي. نعم. شو مشروعك وشو الشيء المميز فيه، وهل هو الاول من نوعه ولا انت مقتبستنا من حد او ماخذ الفكره من حد او سامعه عن الفكره ونفذتيها؟ ويا ليت بحس عالي ان شاء الله. زين قبل ما اخبركم عن فكره المشروع راح اخبركم كيف استوحيت الفكره. نعم. استوحيت الفكره دولة الإمارات لعام 2021. نعم. حيث أن أحد المحاور الست هي الرعاية الصحية. نعم. وأيضا في رؤية عام 2071 أحد المحورين الأساسيين اللي ركزت عليهم استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي، دمج ما بين هالثلاثة، والمنتج كان الممرض الآلي. هالفكرة موجودة في الدول الأسيوية، لكن الممرض الآلي يساعد الممرض الرئيسي اللي موجود في المستشفى. أما هاي راح تكون روبوت آلي يقوم بمهام ووظائف الممرضة المنزلية. يعني الميزة اللي تفرق ما بين الروبوتات الموجودة في الدول الأسيوية وفكرة مشروعي. نعم. أن الروبوت اللي في الدول الأسيوية في المستشفى، روبوت في الدول الأوروبية في المستشفى. أنت فكرت تبين يكون في البيت؟ هي في البيت. كيف شو السبب في البيت؟ كيف شو السبب اللي خلى أنك أنت فكرين أن الروبوت بيحتاجونه في البيت أكثر من المستشفى؟ لأن أنا عندنا نحن المرضين في البيت يدارون كبار السن. أيوة. ذو احتياجات. نعم. الخاصة. نعم. فقلت إن ليش ما يعني بدل ما أكلف على أهلي إنه يبون ممرض أو ممرضتين، ليش ما أنا أقوم يعني باختراع إنه يفيد أهلي وفي نفس الوقت يفيد دولتي؟ أقنعيني كيف؟ أوكي. مثل ما قلت هو روبوت آلي يقوم بمهام ووظائف المرضى المنزلية. من الوظائف أو المهام اللي يقوم فيها تنظيف وتعقيم الجروح والخدوش، إجراء فحص الضغط والسكري، دراسة معدل دقات القلب، قياس درجة حرارة الجسم، تذكير بموعد الأدوية وتقديمها على أساس نتجنب التأخير. التأخير بعد، وحمل ونقل المريض، وأيضا كتابة التقارير الطبية وتخزينها في ملف المريض. من الأهداف اللي يسعى لها الروبوت مساعدة المرضى لتجنب الإصابات الكبرى، حفظ وتخزين معلومات وتقارير المريض، تسهيل عملية إجراء الفحوصات اليومية، دقة وسرعة التقارير اليومية، وأخيرا ضمان تجنب البشرية. هذا كله ابتكارك انت؟ نعم. ما شاء الله عليك، عرفتي هالكبير الله يبارك فيك. طلع فيك البركه يا بنتي. التوفيق ان شاء الله، نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يوفقك. وزين اللي بيصوت لهذا شو اللي يختار؟ تصويت هذا للي بيصوت رقم بي 27. هذا اللي بيصوت لمشروعك. بارك الله فيك يا بنتي. الله يسر امورك. شاركتي قبل؟ شاركت في قمة العالمية للحكومات، وايضا انا سفيرة المستقبل في دولة الامارات لدولة سنغافورة. تبارك الرحمن، الله يحفظك ان شاء الله، يبلغنا ان شاء الله فيك بروفيسورة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما علي اقول لك انا متابعينك ترى. بارك الله فيك. زين انتم شو، انتم مدرسة، انتم جامعة؟ لا كلية تقنية من العين. ما شاء الله. شو عندكم، شو منتج انت او شو الفكره؟ هو عباره عن يا ليت تعلين حسك.
هو عبارة عن ديزل عضوي. نعم. نجمع من زيوت مال المطاعم مال القلي مثلاً نفس كنتاكي ومكدونالدز وهيل. نجمع من عندهم الزيت ونفلتره ونشيل منه الأشياء. بعدين يتقسم لثلاث أشياء. الأشياء اللي هن الشوائب يعني. هي أول شيء إنه يوم تفلتر يتقسم لثلاث اللي هي الماي والزيت والجلسترين. الماي هذا إحنا ما نستخدمه، أهم شيء عندنا الزيت هذا نضيف عليه الميثانول. تكون في داخل الماكينة اللي هي البايو برو 380، الماكينة هاي تنتج لك 380 لتر من ديزل عضوي خلال 13 ساعة. يعني الدهن هذا مال المقلة ومال هاي مال السقم هذا كله يتحول إلى ديزل، ولا إلى ديزل يستغل في يستخدمونه وقود؟ وقود هي. حتى في الصين شغلوا فيه طيارة. صدق والله؟ والله في دمت إن شاء الله. في ترى في دمت أبوي هذا كله في دمت. وانت ترمين تسوين هذا كله؟ في عندنا الماكينة هاي اللي هي البايو برو 380 اللي هي هذه هاي. هاي تنتج 380 لتر 13 ساعة ديزل. ديزل تشله تشغل فيه موتر لو ماكينتك ديزل بعد، بس اذا ماكينتك العادية لا ما ينفع. لا ماكينتي عادية انا ماية. اكثر شيء يستخدمونه في الباصات وفي الشاحنات. نعم. اللي هي احنا تاثر عندنا في الامارات وايد بسبب تزيد النسبه البيئه والتلوث، لان الديزل هذا ينزل نسبه الكربون بنسبه 80%. ما شاء الله ما شاء الله. وفي تمنا الجلسرين اللي هو يدخل بعد في الصابون، يعني اللي باقي منه ترون تستخدمه يستوي الجلسرين بقايا. هل بنيات اللي 4 سنين هي ترى ما يطيع يعني يصور، قال ابوي نحن ما نبغى نصور. لا صور بعدين عادي. اوكي بناتي الله يسر اموركم ان شاء الله. هذا ما يبان يصور، قال ما يبان. ومن اي مدرسه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي محمد عبد الله الخيالي، هذا اخوي زايد. والنعم اخوي حار. والله مليون ونعم. انت اخوان؟ نعم. الله يحفظكم ان شاء الله. سمعنا يتكلم عن اعاده تدوير البلاستيك. زين. هذا المشروع عباره عن ثلاث خطوات، اول خطوه اللي هي التقطيع، ثاني خطوة اللي هي الصهر، ثالث خطوة اللي هي الفرن. عندنا أول خطوة اللي هي التقطيع. يعني تجيب أي شيء بلاستيك؟ أيوة. أي شيء بلاستيك صح؟ هذا من سلة خضرة. هي. الحين قاعد يتقشر. بعد ما يتقشر يطلع هذا الشكل. زين وخلاص شو سووا بهذا؟ بعد ما يطلع هذا الشكل أخوي زايد بيتكلم عن الخطوة الثانية. ما شاء الله. الحين عندنا مكينة اللي اسمها المولدينج ماشين أو مكينة التشكيل أو التذويب، فنحن نجيب البلاستيك. هاي تذوب. هاي تذوب وتشكل نفس المرحلة. بعد. هاي نجيب البلاستيك اللي قطعناه وشرناه تونا. هذا داخل شوي. من عقب ما يوصل إلى 160 البلاستيك ينصهر. ينصهر. وخلاف. وخلاف ينزل تحت هني بس يذوب هاي الأشياء اسمها السوارات الحرارية. فبعد ما يوصل 160 سكرة. خلي شوي يبرد. نعم. طالع يبرد نطلعه من القالب يطلع لنا شكل. هذا قالب اسطوانة اللي تحت الحين مركب. وعندنا عن قالب شو تسوي بها يعني؟ يعني نقدر نسوي فيه اي شيء مثل نسوي الحين مطارد. عندنا قالب ثاني اللي هو السداسي. يعني شرط سيراميك. سيراميك. يا سلام. نقدر نستعمله حق تزيين المسابح واكثر عن عندنا هنا الحين مقبض الباب هذا اللي من الشركه هذا الحين سويناه. والله اللي انتم مسوينه بعيد اخير واجمل وارتب. وامتزاج الالوان روحه نصهرها في بعضها مع بعضها روحه جميل. الله يوفقكم ويسعد ابوي امكم وابوكم فيكم. الله يطرح فيكم البركه ان شاء الله. ما شاء الله. شو سابقيك واحد بصوت عالي ان شاء الله. حارب عبد الله الخيالي، زايد عبد الله الخيالي، محمد عبد الله الخيالي. الله يبارك فيكم يحفظكم ان شاء الله. ابو ابراهيم كيف عذبنا عندك يا ابو محمد؟ الحين انت شو مشكلتك؟ انت جاي تعطلنا الحين، الحين ابو جايين في لازم وانت جاي الحين شيخ شو تبغى؟ شاف الموت الريال. لا بلا علي باس ولا شيء. يعطيك العافيه. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شو اختصاص بودكاست او شو تتكلمن عنه؟ وبحس عالي. نتكلم عن حساس. هي. حساس يحس بحراره. اول بادي الحين انا في وين ومع منو وتبع منو اي مدرسه وشو اساميكن؟ انا ليلى سالم. والنعم. ضبي زايد. والنعم. وميثم محمد. نعم. من مدرسه قطر الندى بدع زايد الضخرة. ما شاء الله. والنعم. اوكي نحن مسوين حساس. نعم. حساس هي نفس قطعه الالمنيوم تنحط تحت الكرسي. هي. اوكي وهو يتحس بحراره الانسان. يوم
اذا حد جالس في الكرسي وبند الباص وفي حد جالس على الكرسي يسوي صوت. ايوه الارم. هي الارم انه في حد جالس على الكرسي وقبل لا يختنق ولا يستوي بشيء. ايوه اوكي. ومش بس نحطها بس في الباصات، نروح نحطها في الطيارات، نروح نحطها في السينما، في المدارس، في الفنادق وفي المولات. هذا شو فايت؟ ليش انت ابتكرتوا هذا السنسر هذا؟ شو السبب؟ نحن ابتكرنا هذا عشان عندنا صديقة كانت في الباص، كانت ردة البيت ونساها راعي الباص وراقدة وراها. اوكي واختنقت وستولها عندنا شيء، بس ان ردت يعني ردة طبيعية عادة. سبحان الله. لان لحقوها، ونحن عشان هذا القصة وايد حزننا على ذي وسوينا هالسنسر. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نحن مسوينا على الطاقة الشمسية عشان بعد كم من سنة ما بيكون عندنا بترول، نبدا نستخدم الطاقة الشمسية في حياتنا ان شاء الله. شو رقم ابتكاركم؟ شو هذا؟ رقمه بي 20. بي 20 اسم الابتكار هذا، بي 20. تروم تكتب لنا كلمه عشان نعلمها. ان شاء الله ان شاء الله. هذا ابو ابتكارهم بي 20، ما شاء الله عليهم، بنات مجتهدات، الله ييسر امورهم ويحفظها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي ما تبى تصوير دور تظهر بخاري. شو عندك انت اولا انت منو وتبع؟ انا رائده المستقبل عاشه العلوي. والنعم. والنعم والنعم. والنعم. اسم مشروعنا لايف هاند. لايف هاند هي بالعربية يد الحياة. نعم. جزأنا الكلمتين، لايف هي الحياة واليد اللي هي اللي الله أنعمها علينا عشان نشتغل. نعم. نعم. وندرس ونتعلم. نعم. رسمنا اللوحة بالفحم كفكرة أو ابتكار عشان نوضح لكم الفكرة. اللايف هاند هي يد مصنوعة من جزيئات الروبوت بلاستيكية عقب بتكون تساعد المريض المصاب بالشلل أو اللي فقدوا أيديهم بسبب حادث أو كبار السن. نعم. طبعا هذه نظرة مستقبلية للمشروع، اول شيء بيكون للريوم، عقب بيكون للشلل الرباعي. سبحان الله. يعني الحين انتم مثل الاطراف المكملة تقصدين؟ ايه. الاطراف الصناعية. ايه. لكن ها بريبوت ولا شو؟ ايوه. محتاج؟ فما يحتاج المريض انه يروح للمستشفيات. ها. فهاليد هي بديل للعلاج الطبيعي. ايوه. بديل انه ما يسوي عمليات جراحية ابدا. نعم. بديل للوصفات الأولى. لأن العلاجات تأخذ وايد وقت والمواعيد وايد طويلة، فنحن ساعدنا الفرد أو المجتمع من الناحية الصحية والناحية المادية. من الناحية الصحية نبي نوفر له كامل الجزيئات واللي تتحرك والبرمجة. من الفئة المستهدفة؟ الفئة المستهدفة المريض المصاب بشلل أو اللي فقد يده بسبب حادث، كبار السن العجل أو والفئة العمرية الصغيرة اللي مصابين بالضغط. شو وين مال التصويت مالكن؟ افتحي عادة. هو بي 21. بي 21 صح؟ هذه نبدأ عن هذا نبدأ عن المشروع. مالكن شو اسمه هذا؟ لايف هاند. لايف هاند. الله شايف انك من يومين. وين شايف انك؟ الله يسلمك. شو مشروعك؟ مشروعي تطبيق سيارتي. ها؟ سيارتك انت. تطبيق اسمه سيارتي. هي تطبيق، هي منصة. هي تجمع لك كل مزودي الخدمة السيارات في اب واحد. ما شاء الله. واحد. نعم. مثلا مغاسل سيارات، وايد مغاسل سيارات. نعم. اجيب لك اياها في تطبيق واحد، مثلا المغاسل المتنقلة. نعم. انت بدل ما تدق على كل واحد تسألهم عن السعر. نعم. تسألهم إذا حولك ولا لا. انا اقول لك هذيل حولك واسعارهم ثابتة. نعم. عشان انا ليش سويت شيء؟ عشان يعني الابتكار انت متذكر انه هو تطبيق يساعد المستهلك انتقاء المستهلك والمزود. نعم. الفئة المستهدفة والمزودية الخدمات. ما شاء الله. اساعد الطرفين. ليش؟ قبيس انت؟ لا هاملي. هاملي هاملي ولهالدرجة يعني ما شاء الله عليك. ابوي تبي تطهر بيزات بسرعة؟ لا نحن بنوصل. هي مش مسألة فلوس. ها. هي مسألة تنشيط القطاع الحكومي الخاص. تبارك الرحمن. لأن في وايد ناس يبون يفتحون محلات متخوفين من هالشيء. مزيديني. أنا أجيك أقول لك، أنا لو بتفتح محل أنا أقدر أساندك. بالتطبيق هذا. هذا في التطبيق هذا. ليش؟ أنا أفتح في محل في مصفح بعيد عن الناس. نعم. 10 مناطق مصفح، ميم 7 ميم 8. نعم. في ناس بعيد. نعم. بيثبت الأجار. فأنت بدل ما تضيع وقتك وتخسر زباين. نعم. أنا أقول لك أجيب لك الزباين لين عندك. وهذا ينشط القطاع الحكومي الخاص، يوفر عليهم الوقت والمال والجهد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سلم على شيبك. يوصل ان شاء الله. يوصل بي 41 سيارتي للتصويت. بي 41
سيارتي إيه زي بارك الله فيك صوتوا لي أبوي يستاهل. So this is the disability tracker and it helps all disabled people and also parents of disabled persons. So this has like many options. So the first option is for the checking heart rate, blood circulation monitor, like blood pressure also it checks, and it has an oxygen level. So if disabled people targeted for three types, one is senior citizens of UAE, disabled children, kids and parents. So if there is children alone at home, it gives an alert. Motion detector is available, so it gives an alert to parents' mobile phone, friends' mobile phone. Senior citizens at home, if there is a fire accident, it gives a automatic alert that like regarding the smoke, and there it has an automation system. So this is automation system at home. So it purifies the air. So if there is any fire accident is about to come at home, it gives an alert that there is a fire accident and smoke is coming. So senior citizens should be alert and children should be evacuated from the place. هذا الجهاز أبوي فيه يغنيك عن كل شيء في الدنيا العودة، عن الضغط، عن قياس دقات القلب، عن السنسر مال حريج، مال أي شيء يغنيك. هذا هو جهاز واحد. بارك الله فيك. Thank you very much. Thank you very much. What's your هذا number? 052 B52. أتوقع أن هذا من أهم الأشياء، أتوقع العلم عند الله شيء شامل. بنتم في مجالنا الطبي، لكن حاليا بنتحول إلى قسم الأدوية، مكان ضروري نسير له. وعليكم السلام. فكرتنا اليوم عبارة عن تطبيق الصيدلية الذكية تستهدف فئتين من المجتمع، المرضى وعلماء الآثار الجانبية. من خلال أنت وقت بتروح الصيدلية تقدر تعمل ساين أب من خلال بين كود، بطلع لك الانفورميشن، ميديكال انفورميشن، تعمل كونفيرم بس متى بتفطر، متى بتتغدى، ومتى بتتعشى. اوتوماتيكلي الادويه اللي اشتريتها من الصيدليه حتنزل على الابلكيشن وحيصير يذكرك فيها تلقائيا. هون نحن بنكون ساعدنا بالتزام المريض بالادويه اللي هو بياخذها، وساعدنا الصيدلاني والدكتور بانه ضمن للمريض هذا الشيء. الهدف الثاني انه نحن بس يخلص الدواء، مثلا نفرض الاجومنتي خلال 7 ايام بيعمل فيدباك على السايد افكتس اللي هو حس فيها. من خلال عدد معين بنجمع داتا بيس فينا نستغلها بعلماء الاثار الجانبيه فارماكوفيجيلانسز، بالاضافه للفارماسيوتيكال كومبانيز شركات الادويه ومينستري اوف هيلث، من غير ما نمس بدور الصيدلاني او الدكتور. وين رقم بي 46. الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا يا رب. شكرا. الله يحفظكم. مع السلامه. شكرا. كم هاو ار يو؟ اوكي يو هاف 1 مينيت. سو اي هاف ذس اب which allows you to take appointments for your car service. So instead of waiting in line for your car, you can just go when it's time for your appointment. It's also really good for women of UAE because sometimes they're not comfortable with going to mechanics. So they can choose on the app if they want a woman or a man, and they can also read the reviews of mechanics. And this allows them to get good service for their car. Our app will also allow them to make good purchases, and it gives for consumer convenience because in the end the customer is always right. So we apply on that policy itself. Sure. Thank you. Thank you. With the your number. Thank you very much. Okay, thank you. I need to know where do you come from. Where my nationality? Pakistan. Wallah, and you? From India. MashaAllah. Pakistan. MashaAllah. Pakistan. Sindaba. They are all my students. We are from Ali Junior School, Ali. MashaAllah. You are the teacher in Al-Ain. Yes. MashaAllah. And you from where? He's also my student. MashaAllah. I'm from Afghanistan. You're from Afghanistan? MashaAllah. عليك الله يحفظك. انت من افغانستان وانت باكستان انديان باكستان باكستان which part in باكستان كراتشي ما شاء الله which part in افغانستان كابول كابولي انت الجديد بالذكر ان المشاركه للجميع لكل مجتهد نصيب اي حد من الطلاب او من الطالبات بيشارك ما ينظر الى جنسيته او مدينته او اقامته كلهم واحد لأنهم عايشين في دولة الإمارات فلذلك المواطن واللي مقيم كلهم واحد نحن على هالأساس اسم التسامح
التسامح أي الاندماج في مع شعب واحد نازم اللي عايش مع المواطن مع الوافد مع القائم مع المقيم كلهم أبوي واحد. بعد أبوي هذا البوث كامل كلهم رواعي العيل. السلام عليكم. اللي ما تبى تظهر تظهر من المكان، لا تقول بعد حذفن ما أدري شو شلو ما أدري شو ما شيء. زين شو بوثكن وشو مجال اللي تسوونه هذا؟ هذا مجال هو نفس العلاج. هي أصلاً هي فكرتين، علاجية وتجميلية. مثلاً الفكرة الأولى أن نساعد الأطباء في يعني تسهيل حقهم حق مثلاً نفس حقن البلازما. هي هي تقعد الدكتورة أو الدكتور تحقن جهاز حقن الفبريل يعني. نعم تاخذ وقت. فنحن ابتكرنا هذا أن هي بس تحط الأدوية ولا هذا في الجهاز. نعم وتحدد المدة أن تحدد اللي تبغى تحطها الكمية يعني. هي والجهاز يحقن بروحه يعني أي أحد مريض في الثعلب في الأكزيما يقدر يتعالج بهذا المادة. هذا أبوي جهاز خاص حق أكثر حق اللي عندهم ثعلبة صح؟ ثعلبة شعرهم متجع اللي شعرهم أكزيما يعني أكبر دقيقة الأكزيما وشعرهم ناعم. هذا يعني تقريبي هو كامل يعني هو كعلاج وتشيء. منو مبتكر إن هذا؟ كلكن ما شاء الله عليكن الله يحفظك. كل وحده شويون كل وحده شويون. ونحن طبعا نبغى لهم الدكاتره طبعا يعرفون مستشفى توام طبعا يعرف الموضوع هذا يا مستشفى توام لازم تعرفون ان ابوي البنيات مجتهدات وحطوا يدكم في ايديهن الله الله فيهن بالاخص الدكاتره اللي عندهم قوه اتخاذ القرار. الدكتوره فاطمه البريكي والدكتور اللي هو عاد انا ما اعرف اساميهن. المهم هذا ابوي موضوعي يمكن وين رقم هذا وين هذا مال اللي اختاركن هذا ابوي ابتكارهم. والفكرة الثانية عندنا فكرتين بس عليكم فكرة ما في هي بس عليكم يزني. شو الشيء الثاني؟ الحين بالصبح انت ترمسين يلا رمسي قولي لي عن الشعر اللي الفكرة الثانية انا في ناس شعرهم متجعد في ناس شعرهم ناعم. هي قطاقط قصدك؟ ايه قطاقط وشيء حد شعره ناعم انت عنصرية هرج زين رمسي عادة يلا بما الله. سلام عليك كيف حالك؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شو بتضيفنا شو ضيافك الحين؟ ها ما اسمعك. عندنا سبانيش لاتيه عندنا كوفي لاتيه عندنا اسبرسو كل شيء. كل هذا عندك؟ من وين جايب لنا هذا الشيء؟ هاي كلها موهبة ولا شو؟ والله والله قول والله تقول والله موهبة متعلم انا من نفسي. ما شاء الله عليك الله يحفظك. بالكرمل لا شيء لا ابتكارك انت روحك شو اللي انت مسوينه ما حدش سواه اللي هو ايس كرمل ايس سبانش لاتيه كرمل بالكرمل هذا انت مسوينه ما حد يعرف ما حدش سواه يعني خلطتي هم مسوينه. يلا لازم تطعمني منه صح؟ على هواك. انت ايش اسمك؟ ما اسمعك. الهاملي ما شاء الله ما شاء الله على الله يبلغ حلك فيك معرس يا رب. ميز هذا الهاملي انه روحه يصمم ابوي الخلطات مالاته ورسام رسام مرهف الاحساس على الله يحفظه تبارك الرحمن. هاي بني هالبني الفنان هالصغيرونه شو اسمك انت؟ والله والنعم مهاري مهر الدرعي. والله والنعم مهر مايا اسمك هذا اسم عادي اسم شيخات زين اسمك اسم شيوخ هذا بس ناس عاديين لازم تقدم في كل شيء مميزه زين بارك الله فيك. شو عندكم؟ باص بلا الباص هذا يكون محد قاعد عليه يكون باللون الاحمر لحد كان ما حد قاعد عليه بيكون باللون الاخضر عشان يساعد الطلاب يساعد ذوي الهمم ويساعد المعلمين. إيه اللي يعني إذا حد يعني نشم إذا حد موجود على الكرسي يكون يعرفون إنه موجود صح؟ إيه بيكون باللون الأحمر. آه زين وين هذا مال الرقم مالكم؟ هذا هذا البوث مال هالبنية الشاطر مهاري تستاهلين الدعم. سعادة محمد هلال المهيري مرحبا سا المدير العام العود مال كل الهيئة لغرفة تجارة صناعة أبو ظبي. والله والنعم. نعم حالك محمد.
نحن اليوم طبعا مشاركين في معرض ريادة الأعمال. هذا المعرض هو طبعا أول سنة نحن اليوم نشارك فيه. طبعا تم تنظيمه من خلال غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. طبعا هو الهدف منه تعريف إخواننا الطلبة من الصف طبعا الرابع إلى الجامعة ما هو ريادة الأعمال. فنحن هدفنا خلال السنوات القادمة إن شاء الله أن كل طلبتنا يتعلمون ويفهمون وكيف يستفيدون من ريادة الأعمال. اليوم احنا طبعا في المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى بدأ تقريبا من 4 شهور، ذهبنا لبعض المدارس 40 مدرسة وأيضا طبعا 44 مدرسة وسوينا لهم ورش عمل وحضر أكثر من 8000 طالب. وبعدين رحنا 16 جامعة ما شاء الله وحضروا 1300 طالب. وبعدين المرحلة الثانية علمناهم كيف ممكن يشاركون في هذا المعرض وكيف يسوون ممكن يسوون مشروعهم الخاص. فما شاء الله حضر أكثر أو وصلنا أكثر من 1400 مشروع. طبعا وصلنا أكثر من 1400 مشروع تم تقييم هالمشاريع. واليوم مشاركين معنا 114 مشروع. أكيد شفتنا أبو محمد في مختلف القطاعات وإخواننا وطلبة ما شاء الله عليهم مبدعين في مشاريعهم اللي شاركوا فيهم اليوم. طبعا باكر عنا نحن طبعا تكريم لهذه المشاريع بيكون فيه ناس فائزين. عنا 10 جوائز لهم الناشئين من 8 سنوات إلى 13 سنة وأيضا الشباب من 13 سنة إلى 25 سنة ويتم تكريمهم إن شاء الله قدم مساء الساعة 5 في نفس المكان أرض المعارض. الله يوفق الجميع ويوفقكم ويأجركم إن شاء الله على هالعناية المركزة على طلابنا وبناتنا ويوفقكم يا رب العالمين. طبعا أكيد نشكركم محمد ما قصرت تبرز هذا الحدث لأنه يهم طبعا كل إخواننا طلبة وأبنائنا طلبة وطالبات وبمشاركتهم في المشاريع. جزاك الله خير. مشكور محمد جزاك الله خير. خبريني أنت منو وعلى ضوء بوافق ولا ما وافق؟ أنا طالبة حصة الكعبي من متة الغيد واسم مشروع القفاز الأبيض. شو اسمه؟ القفاز الأبيض. شو يهدف إليه هذا القفاز الأبيض؟ هذا حق أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون الرؤية والمكفوفين. هذا يوجد لدي مثل سنسر. وهاي الحساسات عندما تلمس أي كلمة مثلاً هناك معها سماعة بلوتوث وتنقل الجملة من السنسر. عندما تضغط على الجملة تنتقل إلى أذن الأعمى. وأيضا هذا هو مثل قريب من الطب أنه هو يفحص الضغط ودرجة الحرارة ومستوى السكر. ما شاء الله عليك. شو قلتي لي اسمك؟ حصة عبد الله. حصة كعبي. شو اسم الرقم البوت؟ البوث مالك شو؟ B56. أباكم كلكم تصوتون لي. هي صوت أبوي حق الكعبية. صوتوا لها B56. صوتوا حق حصة. لا تنسون حصة. اسمها روحي يسوى يستاهل 600 تصويت. زي حصلنا؟ شكرا. يلا مع السلامة حبيبتي. هذا أبوي سلام عليك. عليكم السلام. ما تبي تطلعين؟ ما ادري صدمتني شوي. ما علي اخيار ما علي. هذا ابوي الحين صندوق خليفه للتطوير المشاريع. زين تعالي هني حق تفيدينا. شو الصندوق؟ شو عملكم انتو؟ ما علي دون تحضير عادي. شو يا مرحبا بك سهل. الله يرحبك على فضل بنتي. حياك الله ويانا. نحن طبعا من صندوق خليفه لتطوير المشاريع. علي حسد شويه ممكن؟ نعم. شي نعم أكثر صار. لا ما علي. طبعا اليوم دورنا في المشاركة في مسابقة رواد المستقبل. نعم. المنظمة جهود مشكورة من غرفة بوظبي. بارك الله فيك. دورنا يطلع من دور الصدوق في تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع. إن نقدم خدمات مبتكرة لأصحاب المشاريع المبتكرة من الفئة الجامعية وما فوق. نعم. زين. طبعا نحن عندنا أعمار معينة اللي هي العمر القانوني 18. نعم. كيف نساعدهم؟ نعم. عندنا برامج مثل المبتكر الإماراتي مع مركز شراع اللي هو مركز الشارجة لريادة الأعمال. نعم. لأصحاب الأفكار المبتكرة في مرحلة تطوير الفكرة. النمو. أوكي مرحلة تطوير الفكرة. نعم. عندنا برنامج ابتكاري مع جامعة نيويورك. أبو ظبي عندهم حاضنة أعمال اسمها ستارت اي دي. شراكتنا معاهم من خلال برنامج ابتكاري اللي هو حاضنة أعمال. لمدة تتراوح بين 6 شهور لين 11 شهر. طبعا هم حق أصحاب المشاريع اللي واصلين للمرحلة التطويرية. نعم.
وعندنا مسابقة رواد القصر، هذه اللي تساعد رواد الأعمال للانطلاق للعالمية. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. هب ياي كل من كل عاد اللي بظهر شيء من شعر راسه ولا شياته يدس عمره. السلام عليكم. ما بترمزن بلميت من الصبح، تعال تعال الحين. هذا انا وين الحين؟ انا وين؟ فهالبروجكت شغلته انه يجمع عينات من الماي من اماكن مختلفه باستخدام هاي الطائره بدون طيار. فنحن سوينا ديزاين حق هالسيستم يركب على الطياره يروح يجمع سامبلز من اماكن مختلفه صعب ان الانسان يوصلها. ايوه مثل انهار، مستنقعات، بحار، صباخ، كل مكان يعني. هي. وبعد سوينا نظام سيفتي، يعني مثلا اذا هني عندنا خيط داخل، فاذا علق في مكان او صار شيء عندنا شيء داخل اوتوماتيكلي يقطع الخيط والطياره ترجع لنا سيفلي. تخلص منه. هي. يقدر يرد. ترد. انتم مهم عندكم الطياره يعني. هي. لانها غاليه. ايوه. ياخذ ياخذ العينه ويرد تطير الطياره وتمشي. كم المسافه اللي ينزل بها يروم؟ يعتمد عادي، ها لان حاطين نحن الخيط اللي حق الحدار فعادي. شو كم بوثكن؟ هذا بي 62. عندهن ابو طياره بدون طيار، وعندهن شيء يكتشف اختبار مياه الضحله ولا اللي فيهن بحر مدلخ ولا ما بمدلخ ولا مالح ولا خريج ولا زين ولا شهادة. شو هالمتن؟ هاي الشهادة نحن شاركنا في مسابقة مع شركة لوكيد مارتن ومبادلة وفزنا فيها. كان عندنا تحدي ان نصمم بيلود وزنه كامل 600 جرام. ما شاء الله اقل عن كيلو. اقل عن 600 جرام. ما شاء الله ما شاء الله. يلا بارك الله فيكم، الله يوفقكم ان شاء الله. مع السلامة. السلام عليك، كيف حالك؟ أنا في وين؟ وشو ابتكارك؟ السلام عليكم، معك طالبة عاصف طنجي مدرسة الرؤية. مشروعي هو عبارة عن سمارت هوم، المنزل الذكي، يتكون من عدة مجالات يخدم أصحاب الصمل بكم احتياجات الخاصة والبيئة. عندك أول مشروع عندي نظام قياس رطوبة التربة باستخدام الأردوينو، هو عبارة عن هالجهاز نحطيه داخل التربة لحماية التربة في دولة الإمارات من 0 لـ 5 فولت، يعني عشان ما تموت. عندنا في دولة الإمارات الجو وايد حار، فهني عندنا هالجهاز حماية التربة أو النباتات بشكل عام في دولة الإمارات. وعندي الجهاز الثاني هو عبارة عن جهاز إنذار للصمل بكم، تتحول إضاءات المنزل بالكامل للون الأحمر. نحن دائما متعودين على جرس إنذار الصغير حق أصحاب الصمل بكم حق الحريق، فهني إضاءات المنزل بالكامل تتحول لون أحمر بسبب حماية أرواح أصحاب الصمل بكم أو أصحاب التوحد أو قليلين الاستوعاب. وعندي المشروع الثاني هو عبارة عن نظام حماية ضد السرقة، هو عبارة عن نظام نتحكم فيه عبر الأبليكيشن. إذا كنت خارج المنزل أو خارج الدولة تتحكم فيه عن طريق الأبليكيشن، تشغل على الأبليكيشن تضغط عليه، بعدين أي حد يدخل داخل المنزل طرش على الابلكيشن ان في حد دخل هالبيت لحمايه السرقه في دوله الامارات. بارك الله فيك بنتي، بارك الله. شكرا. وفدت ان شاء الله. اسمك حصه صح؟ اي. جيت وسويت التغطيه ولا لا؟ سويت مقابل هناك؟ اي سويت. ورقم واحد طلعتي اخير عنهن كلهن هاي اللي يتكلمن. انت شاطره رقم واحد تبارك الرحمن. وهذا مشروعها حصه. هاي ما هذا مشروع حصه اللي اسم الطالبه حصه عبد الله الكعبي. هذا لماذا القفاز؟ من الملهم؟ لمن؟ كيف يعمل؟ كل عدة مساعة ما شاء الله عليها. هي رمسنا عنا بكل مساعة. شكرا يا حصة. السلام عليكم. علن حسكن وشو المنتج اللي عندكن؟ يا تفضلي. مشروعنا عبارة
نعم. وهالجهاز يقيس شدة الحادث. بعد الشخص الحين سوى حادث، معلومات الشخص وبياناته كلها بيوصلن حق مركز الشرطة، أقرب مركز الشرطة. سبحان الله. وهذا الجهاز يتكون من مادة تيتانيوم مقاوم للحرائق إنه ما ينكسر، وفي له حماية اسمها جلفنة اللي هو نحط الجهاز في الخارصين عشان ما يتأبسد أو يوصل فيه. إذا كانت الدعمة خفيفة يوصل حق ساعد إنه بتاخذ الإجراءات اللازمة، أما إذا وصل حق إذا كانت دعمة قوية بيوصل حق الشرطة. وعدنا في المستقبل نطور الجهاز عشان يعمل مسافات بعيدة، بيكون إن شاء الله موجود في السفن والدراجات، وبعد بيكون إنه أكثر تطور إنه يوصل حق الأماكن اللي ما فيها إرسال من خلال الإنترنت، لأن البلوتوث ساعات إنه ينقطع الإنترنت بيكون أحسن. إن شاء الله بيكون يقدر يصور طريقة الحادث، يكون مخطط يعني عبارة. إيه، وبيكون إنه مثلاً يظهر إنه مثلاً إذا الشخص إذا مخلوعة أو يظهر حالة الإصابة يعني. شكرا جزيلا. يكون ان في عازل عشان لو مثلا صار اي شيء ما يخترق الجهاز. جزيلا شكرا شكرا شكرا. هذا يعني واتر بروف هذا، حتى لو مطر لو شيء ما يضره صح. وسوينا وجربنا هالشيء ووصلنا اللوكيشن مال على الاساس، يعني ان شخص مسوي حادث وصل وهاللوكيشن يوم جربناه كنا هنا. ما شاء الله ما شاء الله، يحفظكم ان شاء الله ويبارك فيك ان شاء الله. انت الرواعي وين؟ من هل وين؟ من ابو ظبي؟ من دبي؟ من ابو ظبي؟ شو مدرستك شو اسمها؟ حنين. حنين؟ زين اوكي بناتي مع السلامه. أقول لكم ترى عن الحلال والحرام، طعمت أبوي من كيكة اليزر شيء طبيعي رقم واحد، ومن قرص العقيلي أكيد بعد رقم واحد فوق عن الزين زين. لا تقولون ما حد قال لكم هذا المشروع أبوي مشروع منزلي وايد جميل طعمه، والله العظيم ما أمزح وياكم يعني وايد لذيذ. باثنين كل واحد أخير عن الثاني، بعد مارو ما رجح واحد عن الثاني. ها لطمت هاي الصحن الثاني. السلام عليكم ومساكم الله بالخير. الموقع نوح، عليكم السلام. الموقع والمكان الجيم اليوم خطر عليه تهتك تهتك لك الاجسام، كل واحد جسمه خير عن الثاني. وانا ابوي قاد ال 13 من البطن جثه، خربنا في لك الحاله لله. ايوه ويبدا ما شينا رمسه، حد يقول اصبغ، حد يقول لا تصبغ، حد يقول تصبغ. ها رقم واحد محمد اصبغ ولا؟ والله انا اقول اصبغ. زين ايش علي؟ 35 بيعطونك 35؟ 35 لا لا اي انا ابوي غير قال 25 بدون صبغ. والله انا اقول اصبغ. زين ما علي حياك الله يحاولك. والله شوف التصويت التحرى يسمونه قاضي. ما ابالغ، اليوم من اكثر الايام اكتظاظا وازدحاما في الجيم. ما شفت يوم في الجيم شارات اليوم هذا، ما تشفت اني اقولكم شفت يوم هالكثر زحمة فيه كذ. من غير هالمحلات الخناخيش هناك ترى وراها في الجامعة شيء بعد مكان، ورا الجامعة هاي شيء مكان، لين عين منزور الجيم اليوم يعني حضور، يوم يقول حضور كثيف
هذا يطرون حضور كثيف، ما أدري المعاش ما ظهر، ما تعرف شو المشكلة. العرب ما عندها بوي تصير كوفيات، ما عندها تصير مولات، ما عندها حق للغدة. ما أدري اليوم، ما أدري اليوم زخم زخم يعني مش طبيعي. يلا بنعرف استخلاف. خلصت أبوي من الجيم وقلت بدال أبوي ما أسير أسوي المشي على المشاي، كل يوم أسوي المشي على المشاي بتحيدون. وأبوي أضبط لك الطريق وأخوي طم خويط. ها ألا ما تشوفون دور ما دار أبوي مدينة محمد بن زايد كله أبوي مسوي ممشى حق اللوادم وحق السياكل. الأمور طيبة والناس سايرة وياي وعندك دونك. إيه هذا خالد من خصب، خالد خصب عمان. يلا يا مرحبا يا مرحبا بالخير. والله العرب أبوي ها كلها نشيطة. هذا الريال حلي قدامي ترى هب صغيروني في نص عمره، في نص عمره ترى ما شاء الله عليها بريح سلق. والله شيء ساير وياي حركة، وياي بحريمهم وإخوان ضربة وريال بحرمته وعياله بسياكلهم. والله الجو لطيف. هذا عاود بالنسبة لي أنا هاي يسمونه تسخين ما قبل رمضان، لأن في رمضان أنا أمشي خاري كل يوم قبل المغرب بساعة أظهر ورد قبل الأذان بخمس دقائق. يلا بس عاد عليكم شوي بنرمس ويت البيت أبوي مشاي حين ما رمت أكمل لين اللفة كاملة، يعني تقريبا مشيت 45 دقيقة زينات. المهم أنا حين وصلت البيت وبطلع شو بحد الدريبلي يصير بالسيارة. الله أعلم هذا اليوم وين بسير وين بي. البارحة سنة ويقوم هلال الجاليريا، اليوم العلم عند الله. بسم الله. اليوم المطبخ محتشر، هي لبيس حد يصب وحد يزل وحد يقرطس وحد يلف والدنيا مطرجة. سلام عليكم. وحد أبوي يحط استكرات، وحد يحط فدبار، وحد يحط بالإف بقراطيس، وما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا تحيدونه، هذا يوم يقول لك عنبار الأصلي في ساحلنا موجود، هذا نحن أبوي الذهب الأصلي في ساحلنا موجود. أيوة هاي وما شاء الله تحيدون المدخل من يومين. ها شوفوا هذا من عقب ما يبرد وتنضد دهنه. شوف شو غدي، يا سلام ذهب 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 ذهب، سبايك سبايك سبايك، جنيهات جنيهات جنيهات. ها يسطو أبوي في قاعة الدوري، يوم تبي تعرف الدهنة ناضية، يوم تبي تعرف الدهنة ناضية من تدهن أبوي تبس العيش، تحط أبوي تغرف العيش وتحط لك دهينة، إن شفت الدهنة سطت في قاعة الصحن في خلال لحظات عرف ان هاي ابوي دهنه ناضيه واصليه. وان شفت ابوي لما من فوق هاي يسمونه سقمريج، ولا يختلف في ذلك اثنان. عشان البنات عشان بارك الله فيكن. ثانك يو. يلا بارك الله فيكم بارك الله فيكم. ايه شيء دباب اشوف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تبارك الرحمن. هي بارك الله فيكم. شكرا.